الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، طب القلوب دوائها، عافية الأبدان شفائها، نور الأبصار ضيائها، وغوط الأرواح غذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. الكلام عن الكرامات التي تحدث عنها هذا الأخ في بداية الحديث، كلامه عن الكرامات تكلم أول مرة، يعني نلقى لنا واحد يدعي السلفية يتحدث بشفافية، شفافية وما يبطر النصوص حقت ابن تيمية أول مرة. فدي نقول على محمدة كونه يجيب لنا نصوص ابن تيمية وينقل لنا في 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 نقل صحيح من غير بتر، فدي محمدة. نعم، نحن نعتقد أن الكرامات فعل الله سبحانه وتعالى وليس من العبد، ليس من العبد استقلالا، كما هي في عقيدة الأفعال عندنا وعند أهل السنة والجماعة أن لا فاعل إلا الله سبحانه وتعالى، ولا بالمشاركة ولا استقلالا، ولا بالمشاركة. انتبه، الحمد لله احنا قرينا التوحيد، منعرف التوحيد. التوحيد ما توحيد ربوبية وأسماء وصفات، أسماء وصفات ربوبية، أسماء وصفات اللي بيقولوا ده مدعي، وين دليل كل الأسماء والصفات؟ هل قسم الله سبحانه وتعالى، أم قسم النبي سبحانه، أم قسم النبي صلى الله عليه وسلم، أم قسمه الصحابة رضي الله عنهم؟ فقضية الكرامات التي يعني هؤلاء القوم الذين يدعون التوحيد ويدعون معرفة التوحيد، فأصلا الكرامات انت اذا دا تناقش ما بتناقشنا من الكرامات ولا بتناقشنا من الشطوحات، لانها دي حالات. الشطوحات معروفة عندها هناك، براها معروف لها قوانين، انت ما بتعرف عنها اي شيء، ولا الكرامات ولا هند الثوابت. الكرامات ما ثوابت ولا الشطوحات عندنا ثوابت، لكن تعال ناقشنا في منهجنا عشان نوريك المنهج. ما تناقشنا في 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 الكرامات ولا الشطوحات، دي ما بتمسكنا بها، دي لا ثوابت، دي عندنا لا ثوابت عشان تعرف كويس. فالشيخ عبد الرحيم البرعي رضي الله عنه تعالى، فالشيخ عبد الرحيم البرعي قدموا للأمة الإسلامية كلكم من سلفكم وخلفكم، انتم الوهابية سلفكم وخلفكم ما بتستطيعوا تفعلوا. والشيخ عبد الرحيم البرعي في كتابه أي مدحة عندنا لها دليل، أي مدحة عندنا لها دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله، ما في مدحة خارم بارم. عشان أوريك المدحة المسكتها، إن ناب خد في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل، هذه توسل، هذه المدألة توسل وليس عبادة. والتوسل معروف عند الأئمة كلهم، التوسل من مسائل الفرعية التي لا يقضح فيها، التي لا يوصف فاعلها بالشرك ولا في الكفر. التوسل معروف، إن ناب خطب في البلاد نزيله. أرجع في قبيل واحد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحديث ده ضعيف، حق يا في ورد هذا الحديث في مستدرك، في مستدرك الإمام الحاكم. الحديث بيقول شنو؟ الحديث بيقول إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات، أرض فلات، فقل يا عباد الله أحبسوا. قال منو الحديث ذا؟ قالوا البرعي؟ ما قالوا البرعي، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم. إما أنت عندك قطحي أو عندك طعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح في مستدرك الإمام الحاكم، ما يغش عليك. ونتحدى نسي دي المكتبة في مستدرك الإمام الحاكم، كما يقول الحديث صحيح، فأنا ببقى معاكم وهابي من اللحظة. أنا ببقى معاكم وهابي. والكرامات، وقال كرامات وما الكرامات. ثم تاني هنا، نعم صح، الكتب مدسوسة، طبقات مدسوسة. قال من ذاته؟ قال الإمام عبد الوهاب الشعراني، قال لقد من الله علي أن بعد هناك الحسد قد دسوا في كتبي كلام يخالف ظاهر الشريعة، ظاهر الشريعة. الكلام اللي قلته هنا، قلت اللي بتقوله ده كلام قلة أدب، ده كلام يخالف ظاهر الشريعة. ما عندنا إحنا كصوفية، ما عندنا كصوفية، وما في من الكرامات المخالفة يعني إن كونه تخالف. والولي هو ذاته، الولي معروف، الولي تعرف الولي هو شنو؟ هو العبد الصالح. الولي هو العبد الصالح التي على استقامة، العبد الصالح التي
ظهرت على أيديه الاستقامة. والكرامات معروفة طبعاً، واردة كثير، الذكرى دي معروفة تماماً، إحنا موافقك فيها، لكن نجي نوريك إحنا المعارفين أنت، عشان ما تقول الصوفية قالوا بيحيوا، قال شيوخهم بيحيوا بإذنهم، إحنا نقول لك الإحياء بإذن الله سبحانه وتعالى. الولي ما عنده أي مدخلية، إنما هو عبد في حضرة الله بس. والحديث القدسي بيقول شنو؟ الحديث القدسي معروف، الحديث القدسي بيقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد إذا سألني، الحديث طويل طبعا، ما تقرب لي عبد بشبر إلى نهاية الحديث، إذا سألني لأعطينه. ده حديث قدسي، ما حديث ضعيف، عشان ما تجي ضعيف بعدين تقول ضعيف وضعف على هواك. انتوا بتسمنوا في انفسكم وبتضعفوا في الاحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كل من خالف هواكم ومنهجكم انتوا بتضعفوه، ولو في البخاري في احاديث كثيره في البخاري انتم ضعفتوها، في احاديث في البخاري ضعفتوها. فقال الولي شرطه ان لا يكون عنده حجاب، وان لا يكون علاقه الحجاب بالعقيده شنو. انا داري اعرف علاقه الحجاب بالعقيده شنو. فالحجاب المكتوب فيه من القرآن الكريم، إما دعاء مأسور على النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنت عندك طعن في القرآن الكريم، وإما عندك طعن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبل شيخك ابن القيم عنده الكتاب اسمه شنو؟ كتابه اسمه، اللهم صل على سيدنا محمد، كتابه اسمه لا ما زاد الميعاد، ما زاد الميعاد، نعم حافظه كتاب، معلش الناس مع الناس، معلش الناس مع الناس، كتاب اسمه اللهم صل على سيدنا محمد، ما النبوات حق ابن تيمية، جاي فيه الحجاب. كتاب حق ابن القيم، لو ما استحضر ناس اسمه، لكن هسه انا بجيب لك اسمه، جاي فيه وارد فيه الكتاب عديل. قال كان شيخ الاسلام شيخ ابن تيمية بيكتب على جبهته آية. يا سما شنو عارف اغلع شنو كده، ما حرف نص الآية، لكن كان قال يكتب في جبهته. قال شنو؟ قال ورأيته كتبها لبعض من الناس. كتابه اسمه اللهم صل على سيدنا محمد، ما النبوات، الطب النووي، الله يفتح عليك، الطب النووي. وجاي فيه حجبات كثيرة. الإمام أحمد بن حنبل بيكتب، إمام فقه بيكتب. إذا كان الحجاب شرك، فالإمام أحمد بن حنبل أولى أن يعرف الشرك. وشيخك ذاته كتب حجاب، وكتبوا كم وكم وكم كثير جدا. فالكلام اللي بيقولوه والطبقات اللي بيقولوها، طبقات والضيف الله واللي بيلعبوا بها، دي ما مرجع صوفي. طبقات والضيف الله ليس مرجع صوفي يعتمد. والضيف الله هو كاتب ناغل، ربما الرواية تكون صحيحة وربما تكون ما صحيحة. نعم نعرف الرواية. كل من يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى نحن لا نغره. إذا قال هنا في الطبقات الولي بسكر، ما في ولي بسكر. نحن كصوفية نقول لك الولي ما في ولي بسكر، لأن هذه مخالفة للشرع، ما في ولي بسكر. ثم ثاني الطبقات ليس مرجع صوفي. تعال ناقشنا من الرسالة القشيرية، تعال مفهوم التصوف، تعال ناقشنا من الكتب الأخرى ونقعد معاك نناقشك، لكن طبقات الضيف الله ليس بمرجع، وإنما هو كاتب وناقل. وثم ثاني إذا كان هو هذا الكلام هو صحيح يحتاج إلى سند. أخذوا من؟ والضيف الله بيذكروه هناك في البلدة الفلانية في ولي صالح بيكتب عنه، هناك في البلد الفلانية في ولي صالح بيكتب. أين السند؟ أين النقل الصحيح؟ وين؟ أنت بتمسك لنا كتاب الضيف الله والطبقات ده، نعم مدسوس، ذكر صاحب الطبقات ذاته قال كتاب ده مدسوس، دس فيه ظاهر أشياء تخالف ظاهر الشريعة. نحن لا نغرها كصوفية، عشان ما يجي يقول لك الصوفية يتكلموا لك في الصوفية إنه هن ناس ما يعني بيغروا الكلام الفارغ. والكرامات اللي قالت كلها موجودة بإذن الله، الولي يحيي بإذن الله. والكلام ده قاله منه ابن تيمية ذاته في الفتاوى المجلد 11، عنده مجلد 11 كاتب عديل التصوف،
المجلد 11 جاي فيه كرامات خليها. قال ولي يدي المطر، الولي يدي المطر ويدي الجنة، يدي المطر ويدي الجنة ويسلب الولاية. كان داير انت تبقى رئيس تمشي الولي يديك. ده ابن تيمية ما قال الشيخ البرعي، ده قال ابن تيمية. والمرض يزح منك الولي، ده ابن تيمية. افهم كتاب اسمه التصوف المجلد 11 من فتاواه، وكذلك المجلد 10. صلاة ممكن نواصل بعد الصلاة ان شاء الله. خلاص كويس. فعشان يا ما يغموك ساكت ولا يقول لك يعني الصوفية ديل مدعين والصوفية ديل يعني بيعمل حاجات بتخالف ظاهر الشرع. والله الصوفية هنا أهل الاستقامة، اعلم الصوفية والله هم أهل الاستقامة، لذلك أجر الله سبحانه وتعالى عليهم الكرامات. طيب يا أخواننا، لأنه الصلاة جات، فأنا حرد على نقطة واحدة وإن شاء الله كلكم أقيفوا في الصف ما في مشكلة. كله كلامه ده كذب زي شيخ محمد منتصر الليزيري، قلب الحقائق كله كذب. اديك بيان واحد لكذبك. اخونا قال الحديث يا عباد الله احبسوا، قال يا عباد الله ما تستحضر يا صوفي لانه دي مزريبه، فهمت؟ دينا جامعه ناس عاقلين بكتب. انت قال كلام ساي. طيب قال ضعف الحديث ساكت، ده معروف ابن حسان ميزان الاعتدال، اشتريته امبارح من الدار السودانيه ب 600 جنيه. طيب كذب، تقال بالزوغ ساكت، تكذب ساي، تقال هنا احنا قاعدين ناكل في مهيوبه. طيب قال صفحة 133 معروف ابن حسان أبو معاذ السمرقندي، ده الراوي الحديث بتاع يا عباد الله يحبسه، حديث ابن مسعود. قال ابن عدي منكر الحديث. يا كذاب، لسه جايك؟ لسه إن شاء الله نواصل. لا لسه يستحضر، هتستحضر بعد الصلاة إن شاء الله نجي نواصل في جغم هؤلاء الكذابين. طيب قال الكرامات والشطوحات ما ثوابت دي عندنا، قال دي ما ثوابت. طيب شطوحات دي أصلى عبد المحمود نور الدائم في الكتاب ده، أصلى الكلام ده، دي عندك ثوابت انت لا تنكره. المتحدث الأول هذا ليه قال عندنا ما ثوابت؟ عين عبد المحمود نور الدائم ثوابت وأصلىها، مش ليه دي أصل للسبحة ذاته وأصل لقولك دي كلها أصلى عبد المحمود نور الدائم، فهمت؟ تيجي تقول دي عندنا ما ثوابت، اديك من كلامه ذات الشطح دي ما ثوابت. طيب الصفحة 171 هم بيسموه شطح، ولكن ده في الشريعة اسمه كفر بالله، فهمت؟ ده اسمه كفر بالله سبحانه وتعالى. طيب بيتكلم عن الكرامات محمد بن الولي المشهور الشيخ يوسف رضي الله عنه الى اخر. قال ومنها أنه لم يخرج روح من جسد أحد إلا وهو يعرض عليه ويخبره باسم صاحبه وأبيه وسنيه. تحت قال في الطبعة الأولى ونسبه، أو قال ونسبه في الطبعة الأولى وسنيه، حتى بعد هذا يذهب إلى ما أراده له الله تعالى شقاء كان أو سعادة. يعني قال الولي أول حاجة لما أي بني آدم في الدنيا دي روحه تمرق من جسده، أول حاجة بيعرض الروح على الشيخ الصوفي، كلام ده كاتبه عبد المحمود نور الدائم، يعرضوها عليه أول، بعد ذاك الروح دي يا مشت لدار الشقاء ولا لدار السعادة. دي تاخدها فيها تكفى كده، عشان كده الصوفي كذاب إلا تجيب معاك الكتاب عشان ما يفرفر. تفرفر وين؟ لسه عندي لك أسئلة كثيرة جدا. أنا الكذبة الأولى كانت قبل الصلاة، ده كان باص بيني كده، لسه أصبر العكسات جاية ورا، فهمت؟ فلسه في شغل ثقيل جدا. ده واحد، ده كفر نمرة واحد. أمسك تاع عبد المحمود نور الدائم، أمشي أفتحه بلاغ. قال ومنها أنه كان يأخذ بعض الأرواح التي يرى عليها شدة العذاب، بيمسك الروح. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن في سورة الإسراء قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر منه ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الصوفية حصلوا حقيقة العلم، هذا لكتابكم تتخرجوا من وين؟ ولا متسوس؟ ولسه انا حمرق لك، ده قال الطبقات والضيف الله متسوس، بمرق لك من شيخك، بينفخك بحسب عقيدتك لو قعدت تكذب. طيب بديك الكلام لسه، والشعراني ذاته موسخ هنا، واعتمدوا عبد المحمود نور الدائم، يا انت غشوك بمهيوبه قبل اسبوعين وغشوك ودخلوك معاهم هنا عشان يورطوك، ولا انت عارف وبتكذب، فهمت؟ طيب قال
ومنها أنه كان يأخذ بعض الأرواح التي يرى عليها شدة العذاب فيدخل بها الديوان. أنت قال الديوان ده معناه الصالون. الديوان ده ديوان عند الصوفية، ده الديوان اللي فيه الأرواح والديوان اللي فيه الكتب فيه أشقياء وسعداء. قال مستشفعا فيها فما يخرج إلا والعفو عنها قد حصل، كما وقع ذلك لمحمد ولد أبي سكاكين الجميعابي، هكذا رأيته بخط تلميذي الفقيه خوجلي ولد حتيك المحسي حاكيا له عن شيخه نفعنا الله تعالى بهما. فهمت؟ فهمت الكلام؟ ده عبد المحمود نور الدين بيتكلم عن جده ده، وده الكتب بتاعت عبد المحمود أقر بها الإزيرك في مناظرته مع الأنصار سنة الهواري ده. فهمت؟ أقر بهذه الكتب. طيب وهذه لا هنا في طابعاها وزار، خليه ما تناقشوا أي زول داري كورك، نحن إن شاء الله بمنطقه. الطلبة الحمد لله ناس واعين، ما ناس بيغشوا مصوفي، شانو يعتبر إنه لو قاطعني أنا أو لو كوركت أو لو الركن ده الآن وقف الآن، الطلبة الآن فيهم الحاصل، أنا برجعهم لمراجع وإنت بتقول تقول لي لا وحصل وطار. هنا دي وزارة الإرشاد والأوقاف هذه له، وده هنا الأمانة العامة للمجلس القومي للذكر والذاكرين، ده برضو متسوس، ده سيتو في أركويت برضو، هذا تزغ منه وين ده؟ ده كفر بالله. طيب قال ومنها أن تلميذه الشيخ عبد الرحمن الفادني لما أدخله الخلوة بصلاة الاسم الرحمن، وطبعا الخلوة عند الصوفية كما اعترف بذلك التايب داك اسمه حامد آدم موسى، تخش كومبليتلي نكد زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلقك عريان أحمر، تخش الخلوة بعيد وتصلي ركعتين زي ما الله خلقك زي ما الله خلقك. ده حامد آدم موسى كان تجاني وتاب، حكى تجربة شخصية. فهمت؟ زي ما الله خلقك، وبعد ذاك تمسك اسم، فهمت؟ ويدوك كم قرضات كده تقعد بين يوميا بكم قرض وكذب ساكت، لكن نفترض انه صح كويس، وتقعد بها فترة معينة، قالوا بتبقى ولي. شوف الكلام قال شنو، قال لما دخل بصلاة الرحمن وقف روحه بين يدي الله تعالى وتأدب وخشع وخضع، ثم قال إلهي ما جزاء من أحب عبدك سيدي أحمد الطيب؟ قال جزاؤه، القال ده منو الجاوب؟ رب العالمين، لأنه قال إلهي. ولا تقول لي إله قاصد أحمد الطيب، يعني أحمد الطيب إله ما بتمرق دي كم ماشا، والله صعبة جدا، نحن أليق من البتاع الويكة ديك. فهمت؟ فده شغل صعب، ده كفر بالله، ده تقدر تدافع عنه، أنا لسه عندي أزلتي لسه ما جيتك له، كلام أصعب من ده، صعب شديد. تجي هو لأنهم الاثنين قالوا، نديك الكلام، قال أي مدحة عندنا ليها دليل، ده المتحدث الأول، أنا بعد ذاك بجيب لك مدحات ويقوم يمرق لي الأدلة بتاعتها، بس اللي احنا حيكون إن شاء الله ختام المنبر المدحة والدليل بتاعها، وأنا بعد انتهي إن شاء الله في شيخ أحمد بدي برضه بيمرق لك مدحات وتجيب الدليل بتاعها، ده شغل ظريف جدا، شغل ظريف جدا، ما تقاطع، لأن أنا ما قاطعتك. طيب شغل ده حار جدا، شغل حار، أنا عارفه حار، ما بتقدر تستعمل، صعب شديد، صعب صعب. طيب قال إلهي ما جزاء من أحب عبدك سيدي أحمد الطيب؟ قال جزاؤه ألا أحرقه بناري ولو كان بالمشرق أو بالمغرب. يبقى الزول الخش الخلوة ده بقى رسول من الرسل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لبشر، ده بشر ولا حاجة تانية؟ بشر. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا، وهذا الكلام هذه الجملة والآية جاءت بأسلوب النفي وما والإثبات أداة الاستثناء، إلا أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. شوف ختام الآية شنو، إنه علي حكيم. وفي صحيح مسلم جاء عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق إلى واحدة من الصحابيات لا أذكر اسمها الآن، ولقوها بتبكي، قالت ليه؟ قالوا لا ليه بتبكي؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أما إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع. أم سليم مش؟ جزاك الله خير أم سليم، لأن الوحي قد انقطع، ده دليل واحد. في البخاري عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاخذون بالوحي، قالوا وإن الوحي قد انقطع،
هو قبيل قال لي يا اخونا محي الدين ليه ما تقول عمر رضي الله عنه سيدنا عمر رضي الله عنه؟ طيب سيدنا عمر رضي الله عنه قال الوحي غادي انقطع وسيدك ما كويس لان السؤال لسه ما تم اكتب عندك وسيدك احمد الطيب البشير قال الوحي شغال يا تسيد فوقهم تباري نحن بالدليل امرنا ان 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 نتبع سنه الخلفاء الراشدين ومنهم عمر رضي الله عنه وانت لو باريت عمر رضي الله عنه وكلا وخليت كلام الشيخ برضو الصوفيه ما بخلوك لانه قال لك لا تعترض فتنطرد وقال لك ليه سلم يا ولد ده البرعي القلب البيت ولد ده برضو مدسوس وقال سلم لقومك ثم كن عبدا لهم واخشاهم دوما كخشيه ضيغمي فهمت؟ دار انت كذب وساي لقينا البلد والاعلام والله نحن نلقى غنى والله نلقى غنى بدالاتك دي راسه ما يجيفا والله تتعب تعب شديد خلاص لانه شغل بادله وتكذب يكذب يكذب لما يجي واحد من اخواننا يرد يقعد يقاطع كل الصوفيه في السودان وفي العالم كده تقاطع ليه؟ انت ما تخلينا انا اوري الناس الحاصل خليني اكشفك زي الناس اديك كلام من الشطوحات المضحكه المبكيه ايوه ضربوا له وقال له زح ابيت دي مناطق شده ابيت طيب قال ومنها ان تلميذه الشيخ محمد ولد الحاج النور لما ذهب بثيابه الى البحر عليك الله اسمع الكرامه دي خليك ركز معي قال ان تلميذه الشيخ محمد ولد الحاج النور لما ذهب بثيابه الى البحر ليغسلها وقال له الموج هات اسمع اسمع الموج قال للشيخ شنو قال له هات لي في الثياب لاغسلها يبقى الكلام ده كيف الموج قال له الله جيب الهدوم دي نديك لها شطفه ولا حاجه طيب اسمع الكلام لسه دي الموج بيتكلم مع الشيخ الموج يا ناس انت الكلام ده كرامه شطح شنو نجر كلوراكوين شنو طيب قال قد قال لاغسلها قد غضب عند ذلك غضبا شديدا وشكى الموج الى الشيخ عليك الله شوف الخيابه دي المويه تشكي على الشيخ يا شيخ المويه دي قالت لي جيب هدومك اغسلها لك ما ده الكلام ولا كيف تعال اشرح علي ده شنو ده ذاته شكا ليه ذاته والمويه ذنبه شنو وطيب نفترض انه الموج بيسوي الحاجات دي كده خلينا عقلنا زي زول لما خاش المسجد خدت التنباك هناك فهمت خدتين عقلنا برا فهمت الموج ده ماله ذنبه شنو ده مش كرم من الموج هذا البحر من كرمه واكرامه للضيف ومن سعه اخلاقه قال له جبنا غسل لهدومك هو زعلان ليه اتخيل انتوا ده حيبقى الاسلام كده ده نحن دارين نقنع به ناس اوباما وشارون وكده نقنع منه الموج ذاته قاعد يغسل لنا السيوتر بتاعنا ده دين تقول لي شطوحات عندنا مو اساسيه ما تكذب طيب قال فقال الشيخ للموج ده حفيده ذاته قال كده ده حفيده فقال الشيخ للموج تأدب مع هذا الرجل فانه من رجال الاسم الكبير الاعظم فول ستوب فهمت قال له الموج قال له ما تقل ادبك يا مالك معنا زول ده زول ناس زول خطر خلاص يا ناس ده دين دار تقنعني انه انا بدي لما اعتقد انه الشيخ بيهرش البحر انه انا بخش الجنه دي كرامه استفدنا منها شنو يعني استفدنا منها شنو عملنا رحله للسمك استفدنا منها شنو يا ناس ده كلام اسالك الله زول عاقل بيقول له كلام زي ده طيب لانه السؤال جاي مركت الكتاب طيب الا قال اي مدحة عندنا لها دليل وقام جاب المدحة بتاعت النابة خطب قال هذه توسل وليس عباده طيب خليها دي خليها صفحه 157 157 العارفون بالله دي صوره منو البرعي طيب ده ولانه قبيل قال رضي الله عنه داك هسي بقول انا دايرهم الاثنين اي واحد فوقهم بديه سؤال يجاوبوا لي بعد داك بديه لو داير يتكلم زي ما داير فهمت؟ طيب يقوم يجيب لي دليل على المدحه الاتيه قال ولد كده وكده وانتقل قال الى الرفيق الاعلى يوم عاشوراء فهمت؟ يقول لك ده يوم عظيم وده اليوم اللي اهلك الله فيه فرعون انا جبت تاريخ بس ما قلت حاجه طيب اوعك تكورك ما براك كتبتها مش كتبها وراه انا كاتبها هديله لو ما مصدق هديله طيب ما طبعناها ونحن مش والاسباط للانتاج والاعلامي والنشر هواتف 09123-5252 182-41-35 ايميل الاسباط @hotmail.com طبع برعايه جامعه المستقبل تعجبها جيه طيب قال الا يا رجال الغيب
أنتم حصوننا فما زال مسبولا على الناس ستركم. الستر قال حق ذنوبنا نحن المخفية، ده قال رجال الغيب المسبلين على الناس. قال أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي، بتسأل لأنه الألف في أيلحقني هذه لجنو الاستفهام. قال وألهث عطشانا وقد فاض بحركم، فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله والأمر أمركم. الأمر أمركم دي مخالفة للقرآن، ربنا سبحانه وتعالى قال لله الأمر من قبل ومن بعد. لله اللام حرف جر، واسم الجلالة لفظ الجلالة مجرور بحرف الجر، وهذا خبر مقدم وتقديم ما حق التأخير في اللغة العربية يفيد شنو؟ الحصر والاختصاص. يعني الأمر ده ما حق أحد إلا الله. قال تعالى في الأعراف ألا له الخلق والأمر، الخلق والأمر له جار ومجرور، وهو في محل رفع مبتدأ مقدم خبر مقدم وتقديم ما حق التأخير يفيد شنو؟ الحصر والاختصاص. أنا جبت لكم آيتين يا صوفية إنه الأمر لله، لله. أنا دايركم تجيبوا لي دليل، لأنه قبيل الود قال أي متحة عندنا عليها دليل، تجيب لي الدليل بتاعه. والأمر أمركم، بعد ذلك قام شنو؟ ده السؤال الأول. السؤال نمرة اثنين، قال إذا شئتم شاء الإله. يلا أنا أقوم أديك الكلام. إذا أداة شرط مش؟ شئتم فعل الشرط، شاء جواب الشرط، وعندنا في اللغة لا يقع الجواب إلا بوقوع شنو؟ الفعل. يعني جعل مشيئة الله تابع لمشيئة شيوخ البرعي. أنا عندي لك سؤال، السؤال الأول تجيب لي الدليل، السؤال الثاني حكم الكلام ده شنو؟ أصلا ما بخليك، لازم تجيب لي حكم الكلام ده، لأنه ربنا قال أنا ما بديك الأدلة على أن هذا الكلام باطل، بعدك تجيب لي الأدلة على أن هذا الكلام حق. ربنا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ربنا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، سورة التكوير وسورة الإنسان. تجيب لي الدليل على هذه المدحة من الكتاب أو من السنة أو من إجماع السلف أو من إجماع الصحابة أو من إجماع الأشاعرة. مش قلت شنو كده وشنو كده الفقه مالكي وكده، جيب لي من السلكتة دي في العقد بتاعه. طبعا يعني خلاص ثبتنا إنه عقد، ما عقد، فهمت كلامي صح؟ المقاطع القبيل. تجيب لي من كلامكم إجماع بإنه مشيئة الله تابعة لمشيئة الأولياء. السؤالين دي اكتبوين تبدو بين وتجيبوا الأدلة، وبعد ذاك نديكم فرصة زي ما دارين. ما جبتوين ما تمشوا لي قدام. طيب جبتوهن ولا تقولوا نحن عجزنا عنهم، برضو بديكم فرصة. انصفتم ولا ما انصفتم؟ طيب قال الطبقات مدسوس. لسه قبل ما اديهم الفرصة جيب لي كتاب الكوس المترعة ده، تعال المجلس القومي للذكر والذاكرين، عشان ما دارين كذب، نحن هنا محل علمي، فهمت؟ ده كتاب هو الأستاذ القطب الشيخ عبد المحمود نور الدائمي إلى آخر وفاته رضي الله عنه 95، مؤسسة رواد الفنون والتصميم سوداني 120-8-31-14. الحمد لله نظري كويس. طيب هنا بيتكلم عن المراجع، المراجع القبيل أنكر الودة وحاول ينكر الودة، ونحن بنخلي أي طالب داير يقرأ أو هم ذاتهم لو دارين يقرأ ما في مشكلة. هنا في المراجع، المراجع مرتبة على الحروف الهجائية. في حرف الطاء صفحة 223 من كتاب الكوس المترعة في مناقب السادة الأربعة قال طبقات الأولياء لابن الملقن، طبقات الحفاظ السيوطي، طبقات الحنابلة ابن أبي يعلى، الطبقات في خصوص الأولياء والعلماء في السودان والضيف الله محمد النور ضيف الله المتوفى سنة 1224. اعتمدوا منه، اعتمدوا منه عبد المحمود نور الدائم شيخ البرعي ذاته، شيخ السمانية في السودان. الطبقات الكبرى لابن سعد، الطبقات الكبرى عبد الوهاب ابن أحمد ابن علي ابن أحمد ابن محمد ابن زرقة الشعراني المصري الصوفي المتوفى سنة 973. أديك ممكن تقول لي لا دي جابة ساي، مع أنه ده ما بارد، لكن لسه أديك من جوا من جوا. طيب قال صفحة 146، التصوف ده مذهب باطل، فهمت؟ مخالف للكتاب، مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن بننصحكم نصيحة، لله خلوا الهوزة،
ده هو سايب يغشوكم دار تقنع الناس، دار تقنع الناس انه الولي بيخلق مع الله باذن الله زي عيسى عليه السلام. اذن الله انت عارفه معناه شنو؟ ارجع التفاسير سوره مريم، تفاسير العلماء كلهم باذن الله معناه الوحي. شيخك بيوحى له، بيوحى الى عبد المحمود او غيره. طيب قال عليك الله يجيب لي موسى ابن يعقوب من الطبقات عشان اوريك الكلام الطابق، نفس الكلام اللي اشار له هنا هنا في الهامش، الهامش صفحه 146. الشيخ موسى ولد يعقوب، وهو الشيخ موسى الشهير بموسى بقصه، زي ما مدح البرعي قال الشيخ موسى بقصه وعوده صاحب القصه. الشيخ موسى بقصه ابن الشيخ يعقوب ابن الشيخ محمد بن نقى المشهور بالشيخ بن نقى الضرير، سلك طريق القوم على ابيه وارشده واوصله مقامات الاولياء وحفظ عليه القران وقرا عليه احكامه وقرا عليه مختصر الخليل والرساله والعقائد، فصار اماما في علم الظاهر والباطن. دي برضه جيبوا لنا لها دليل. وسئل عنه الشيخ حسن فقال هو في مقام الفرد، ده من مقامات الصوفيه، وكان اذا نظر الى الاعراب الجلف ينطق بالحكمه. الشيخ ده لو عاين لزول جلفي بس، يعني زول ما عارف اي حاجه، قال بعد ده بيتكلموا زيه زي الامام مالك واحد، لانه دي الحكمه، الحكمه هي السنه. طيب قال وارشد خلقا كثيرا بمجرد النظر. النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب العلم في صحيح البخاري قال ان في هذا الشجر شجره مثلها كمثل المؤمن. ابن عمر قال فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي انها النخله، انها النخله، فما علموا رضي الله عنهم الصحابه وكان فيهم عمر. بعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال هي النخله، ابن عمر بعد ذاك قال لعمر قال لي انا عرفت النخله لكن كان في ابو بكر وعمر فكرهت ان اتكلم امامهما. شوف هنا ده بقول في شنو؟ ده قال لك بس بمجرد النظره. اذا كان صح كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اكرم النظرات، ولا شيوخ احسن منه؟ سمعونا، النبي عليه الصلاه والسلام افضل النظرات، سيدنا عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم كما جاء في حديث الشفاعة الطويل من رواية أبي هريرة ومن رواية أبي سعيد الخدري، ولو داير بنسمع لك، فهمت؟ فبعد ده كله النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الأعراب الجلف جلف طوالي بس بنظرة يبقى ينطق بالحكمة، بل الأعراب جاء وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من حاشية ردائه حتى أثرت على عنقه الشريف بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه ما عرف الحكمة؟ معناته أحمد الطيب البشير والسمانية والصوفية أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم. ده برضو دارين جواب بدليل، لأنه ده هنا شيخك قال أيوة لا ما كذب، لأنه ده عبد المحمود، يعني عبد المحمود نور الدين كذاب؟ أنا كذاب؟ ده الكتاب. بعدين تعال قال لي ده كذب. ممتاز جدا، أنا بديك فرصة، ممتاز تمام 100%، ده كذب، مش تجي تثبت لي كذب من الكتب، أنا اديتك مرجع، فهمت؟ ما يكون شغل بتاع هوا ساكت. قال وأرشد خلقا كثيرا بمجرد النظر ووقعت له كرامات وخوارق عادات منها علمه بمنطق الطير. المرجع الطبقات لمحمد نور ضيف الله صفحة 324-328. اديني الطبقات. موسى بن يعقوب الفضلي، وذاك الود القبيل ده أنكره وما بيسناد، ويا حيتكون بيسناد، والصوفي عنده اسناد، ولو عندك اسناد اسنادك باطل، لأنه كلهم ناس بينادوا غير الله وبينادوا الفكاهة، فهمت؟ اسنادك بيكون فاشل، اسناد هباء منثورة. طيب نفس الكلام، وده من طرق الإثبات العلمي. الآن خش للدكاترة ديل حتى لو كانوا صوفية، قول لهم أنا دار أثبت كتاب زول بثبته كيف؟ بيقول لك إما يعترف به في مصنفاته الثانية، أو هو يكون حي وينطق به، أو يكون في تلاميذه نقلوا عنه، أو هو نقل من هذا الكتاب جوا مصنفاته. ده بالشغل العلمي، وأنا بعد ذاك بخش معاك في مادة طرق البحث العلمي. مش الشباب بيقروها ناس التربية وهنا وصول الدين وغيره، مش في حاجة اسمها طرائق بحث علمي، مش ولا ما في أي مناهج بحث. طيب موسى ابن يعقوب 197، ووقعت له كرامات وخوارق عادات منها علمه بمنطقة الطير. ذات يوم وهو جالس والمشاط يمشط رأسه. طيب دينا مشي عليك، مشاط معناه زول بيحلق له. طيب قال قابلته طيرة بقوة البيت، اسمع الكلام، قال فسكسكت الطيرة، سكسكت، قال فسكسك هو لها فطارت. ثم جاءت طيرة أخرى فلما قابلته سكسكت فسكسك لها، فقال له المشاط، طبعا المشاط بعد ده ضرب فيوز، قال له فقال له المشاط سألتك بالله الذي لا إله إلا هو الطيرة إن قالت لك وإنت إن قلت لها، طبعا ده مكتوب بالسوداني، فهمت؟ قال امرأة مع زوجها وفقت بينهما، والدبرة كان دار يطلق عشوش لكن قلت له خليهم، فهمت؟ ده الكلام.
الكلام ده باطل. ليه؟ يقول لك بإذن الله، الله ما أذن لك. الدليل المعجزة دي حقت منه؟ نبي الله سليمان مش ولا الكلام كيف؟ الكلام بيعرف لغة الطير ومنطقة الطير منه؟ سليمان. سليمان قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يبقى ده باطل وده باطل. إمتى الحاصل؟ بعدين تجوا تثبتوا لي وينو هنا وين أجيب الورقة. بعدين تجوا تثبتوا لي الكلام ده كله هزيله، اكتبوها كله هزيله، وأنا كذاب لازم تثبتوا علي، لأنه أنا الآن بعتقد إنه الصوفية ضلال على الكلام ده. فهمت؟ إذا عرفت إنه الصوفية الكلام ده ما حقهم، وكل العقائد دعاء غير الله والتمسح بالقبور وتاكل وتشرب موية الوضوء حقت الشيخ وكله، لو لقيتوا إنه ده ما منهج الصوفية وبعد ذاك بس بقى اسم الصوفية ساي، أنا طوالي بقول يا ناس أنا الكلام اللي قلته في الصوفية ده باطل، برجع، لأنه ربنا قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وجنوا وبين. طيب قال الولي، قال يفعل، قال تعريف الولي، قال الولي هو العبد الصالح الذي ظهرت على يديه كرامة. ده اللي عرفوا كده منو ده المتحدث ده أول قبل البيجاي. المهم قال أول الأول قال الولي الصالح الذي ظهرت على يديه كرامة، قال هو العبد الصالح الذي ظهرت على يديه كرامة. ده التعريف ده عرفوا منه. انتوا ليه تنجروا يا لا تنجرن إذا ما كنت منجغما، إن النجارة مبناء على الجغم. فهمت؟ أنت بعد ذاك بتورط نفسك برك، فما تنجر الله يهديك، ما تنجر يا أخ الله يهديك. ده رواه منو؟ أخونا محي الدين قبل بيتكلم لك بالقرآن، عرفته؟ بالقرآن. قال لك ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة يونس بداية الصفحة فوق: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، منه الذين آمنوا وكانوا يتقون. أنت قل لي العبد الصالح الجرت على يديه كرامة نحسبه ولي، ما في مشكلة، لكن تقول لي الولي هو العبد الصالح الذي جرت على يديه كرامة؟ نحن بنعرف من الصحابة، عشان كده العلماء قالوا الكرامات الوقعت في التابعين أكثر من التي وقعت في الصحابة. فهمت؟ أكثر من الوقعت في الصحابة. ليه؟ لأنه قالوا الكرامة تأتي لمن هو أقل درجة، وأما أعلى درجة هي درجة الصديقية، فلا يحتاج إلى تأييد حتى يعلم أنه ولي. فهمت الحاصل؟ عشان ما تجوا تكوركوا وتعريف غلط مخالف للقرآن. أصبر لسه نحن ما فتحنا الفرصة. قال ابن تيمية المتحدث الأول في المجلد 11 قال الولي يدي المطر وبدي الجنة ويسلب الولاية. أنا المجلد 11 جايبه معي، بعدين برضو بفتح تفتح الكتاب وتجيب الكلام، وأنا عارفه قاصي شنو، والكلام اللي عارفه ذاته أنا معلمه إن شاء الله برد عليه، لكن هو بالنص ده، بالنص اللي قاله ده يقوم يمرق لي من كلام ابن تيمية. طيب يلا أنا داير أفتح فرصة للأسئلة الجبيل. كلام البرعي جيبه وينه؟ الكتاب بتاع البرعي وينه؟ 157. قال والأمر أمركم، ده نمرة واحد. قال إذا شئتم شالي له. أنا دايركم الآن تخشوا لي تدوني الدليل، بعد ذاك نحن نرجع لبقية النقاط. أول حاجة تخش للدليل، إذا ما خشيت بالدليل أنا من حقي أرجعك. دار تجيب الدليل؟ داك حق داك له داري جاب دار تجاب. لكن شوف إذا ما بديت بالنقطة دي أنا ما بسمح لك لي قدام، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمين على شروطهم. أنا عندي حديث بمنعك به. تفضل افتح لك. طيب لا ما تتكلم، هدي لا صفحة 157 قال أولا. لا معليش دقيقة بس دقيقة دقيقة بفتح لك أنا صفتك. لو داير أنا بديك فرصة زي ما داير أنت، لكن أنا أول حاجة يا طلبة أنتوا دايرين إجابة ولا ما دايرين؟ بس أنا أولا دار أتكلم لك عن الكتاب ذاته. لا الكتاب أولا أقعد ما تضايق برد لك، ما تضايق يا زلمة، كلكم لا دايرين برد لك، ما تضايق أصلا بما هلا، بس برد لكم. وشفت لو جبت ابن عثيمين ذات انا برد له، مالكم متضايقين انتوا في شنو يا زول؟ اولا انت بعد الكتاب ده الكتاب ده انا اساسا ما مقتنع به، انا كصوفي الكتاب ده منقضه تماما. اول نقطه البرعي ما قالوا، البرعي منزه عن هذا الكلام. اولا انت بعد كتاب البرعي، الكتاب ده لا اعترف به، لا اعترف به للبرعي، هذا الكتاب لا للبرعي ولا انت ما بتفهم عربي؟ قلت لك ليس للبرعي. الكتاب ما حق البرعي يا جماعه باختصار. انا احنا شوفوا الهرمجه والجوطه بنعرفها تمام. الكتاب اول انا بنقض لك الكتاب، انا ما
سالت سؤالين، سالت سؤالين بكل اختصار، بكل اختصار انا برد لك، برد لك. السؤال الاول رايك شنو في الكلام ده؟ الكلام ده حق ولا باطل؟ يا سيد، يا سيد، الكتاب الكتاب ما حق البرعي، الكتاب ده ادعوه، وهذا الكلام الذي يقال لا يصدقه اي عقل من باب اولى عقل التصوف، وانا كأمامك وكمتصوف هذا كلام باطل لا يعترف به في سنة ولا في كتاب، ده كلام محرف، يعني امثالكم كثيرة اللي بتحرف ما في مانع. الشيء الثاني انا ما قلت انت بكل اخت، الشيء الثاني الزلة تعرف زاق من شنو قبل شوي؟ تعرفين الزلة زاق من شنو؟ يا زلمة ما تحلفه يا زلمة، انت ما مخدوع بالكلام هذا، شنو ما زاق؟ انت ما عارف حاجة هذا. قال يومتا انه انصار السنه وما انصار السنه، والكلام اللي يتكلموا انصار السنه حسن الهواري مع حمد يا زلمة، حسن الهواري ما منك ولا شيء؟ طيب رئيس انصار السنه دي شين يا زلمة؟ ما تقول نمتعش يا زلمة، موضوع انا بتكلم عن التصوف، ما تقعد تتزوغ لي يا زلمة من اصلك، ما تتزوغ من اصلك. الاسئله جاوبت عنها، قلت الكتاب ده ليس للبرع، وهذا كلام نحن كالتصوف لا نصدق به ولا نؤمن به ولا نعمل به. خلاص كده جاوبت يا اخوي، في برضه دقيقه، انا بديك فرصه، بديك لا بكره لا دار، بدي بختصر. المنبر حقك، عارف انه حقك، لكن انت فتحت فرصه للرد على النقاط، فتحت فرصه للرد على النقاط. الشيء الثاني قال الموج، ما الموج يا اخي؟ والله ده كلام، احنا خلي العقل ولا عقل زول مسلم، والله اليهود ذاته ما بعملوا بالكلام ده، الكلام ذاته يعني اي عقل ما بصدق بالكلام ده. وجايب لنا ناس اوباما وقال البرعي مات يوم عاشوراء اليوم الذي اهلك فيه عدو سبيل. طيب انا ما بنقول لك عماد الله مات في الحمام مال، ها؟ ممكن اقول لك محمد عبد الله مات في الحمام، ها؟ تقول لي البرعي مات يوم عاشوراء، يعني معناه دي اشاره على شنو يعني؟ الشيء الثاني قال انت جبهجيه، انت جبهجيه مالك، ها؟ جبهجيته أسئلة قلنا لك أمرك ما بتقدر تمرك، تقعد تتزوق الخروج على الحاكم وما الحاكم يا زلمة، ناس حاكمينك، وأنا كصوفي كصوفي أكون محايد للحزب الحاكم، ما في مانع، وكونه أسميهم بتسمية بتاعت لقب ما يجوز، لأنه ده ناس الله ذاته قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ده ناس أولياء أمورك يا زلمة. الشيء الثاني انا بس في دار الطلالات طلع عشان في جماعه شايفهم قاعدين وماسكين كاميرات، يا انت ماسك كاميرات على شنو؟ ده كلام بصوروا له كاميرا بده يسمعوا ناس، ها؟ ده كلام بصوروا عشان يودوا الناس جابل. قال انا بس مسجل في عاد الاشعري ثم الكرامه ليس في انصار السنه. قال يعني نحن اسي هو بقول ان احنا ما انصار سنه يا زلمة، انت شنو؟ قال عنوان هذه مفاهيمنا، مفاهيمك دي شنو؟ مفاهيمك انت تثبت ما هو لك حق وتنكر ما ليس في فكرك او موجود في نصك انه ليس بحق، يعني دي مفاهيمك يعني الكلام شنو؟ في ناس طبعا جداد ما فاهمين الكلام ده، يا مع الزول بقول ان احنا مفاهيمنا يعني صدق ولا تصدق او اقنع ولا تقتنع، ده كلامه كده، ده يعني انكر الدكتور عبد الرحيم نور الدايب انكر كثير من الكلام هنا موجود حتى ولو كان على غير وجه حق، نعم نضرب بارض الحائط، لكن تارة الانسان او الذي يؤلف يكون له كلام سلبي وجاز يكون كلام ايجابي، الذي سلبي نضرب به ارض الحائط والايجابي ناخذ به ماله، لكن ما ممكن نطلع برا الدائره كده وما هو وما بتاع مفاهيمك شيء يا اخي. دقيقه بس انا بديك بس ما عندي حاجه انا، لا ما اتكلم عن التسميه حقك، معلش خلي غيرك، معلش اديني فرصه، معلش بندي غيرك، معلش طيب اي معلش انت غلبتنا والناس عرفوا الحاصل، خلاص ثاني في حاجه؟ طيب خلاص. طيب اما المساله بتاعت الانكار، انكار الوده انا ما بعرف ليه الانكار بيكون في ركن في الاسلاميه وفرصه بتاعت نقاش واصول دين والناس يكونوا بعيدين، ما بكون الإنكار في كتاب. طيب النازل كذبوا عليك دار الأصباط، أكتب هذين التلفون، أكتب الكلام، ما في حاجة، معلش أنت بتكورك لأنك ما فاهم قوانين المصنفات، في حاجة يا أخواننا، في حاجة اسمها في محكمة بتاعت ملكية فكرية، أنا لو كذبت على زول
انا لو كذبت على زول خلي اخواننا يمرق خليه يمرق خليه يمرق. انا لو كذبت على زول من حقه يفتح فوقي بلاغ. الان الكتاب ده يباع في الدار السودانيه للكتب الارضي، تمشي معي؟ تمشي الدار السودانيه تمشي تفتح فيهم بلاغ؟ لكن بس لما الواحد يتعصر لا ده ما حقنا لا ده ما حقنا لا ده ما حقنا. انت بتنكر مالك؟ وقال انتوا انكرتوا، انت لا انكرت، لانه الشينه منكوره، فهمت؟ الشينه منكوره. واغنع ولا تقتنع، دي العمل منه مش عمله. انا جيتك بالدليل، جيتك بالدليل ما اقتنعت، ما اقتنعت، وانت جايني بهدياتك ودار تقنعني. دي اغنع ولا تقتنع ذاتها ولا كيف؟ انا جيت بالكتاب حقه، هذول دار الاسباط غرزوا البرعي ذاته. مقدمة المؤلف اولاد البرعي، شغل تسجيل صوته اولاد البرعي. وين هو؟ شغله شغل. ده برضه مزور اولاد مين كده؟ شغل الشغلة. هاي الشغلة دي صعبة والله، والله أنا لو كنت في محل والله أنكرها، والله صعبة الشغلة دي، حارة شديد. أديك الكلام بتاع البرعي. الحمد لله المنعم على عباده المؤمنين وغيرهم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وخيرهم، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار كسيرهم. أما بعد، فهذا ديوان اشتمل على قصائد ربانية ونبوية وصوفية ووعظية وأدبية وتاريخية، سميته رياض الجنة ونور الدجنة. اقتطفته من ثمرات أفكار السقيمة، وأهديته لإخواني في الله أولي القلوب السليمة، عسى الله أن ينفعنا وإياهم به، وأذنت للمصلحين إذا رأوا خللا به أن يصلحوه. ونحن شغالين نصلح فوقه. طيب قال 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 والله أسأل أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، فإنه نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتبه الفقير إليه تعالى عبد الرحيم الشيخ محمد وقيع الله الزريبة شرق كردفان. تجي تقول لي تجي تقول لي الكلام ده مدسوس؟ الكلام بتاع أمانة الذكر والذاكرين وزارة الإرشاد، هو قبل قال بيطيع بيطيع الحاكم مش؟ هذه دي حاكم ولا ما حاكم؟ هيا صوفي بقيت داعشي؟ خرجت عليهم؟ لما تزنك تبقى داعشي؟ ولما احنا ننجر نفضحك قدام الناس تقول ما يجوز الخروج على الحاكم؟ والله ما شاء الله، لكن والله عصر جد. الناس ما شاء الله بقت تسمع الكلام، والله كويس. الكتاب يتبرى منه عقبال محمد المنتصر، الناس صوفية ماشية في تطور كويس. ماشي في تطور. الزنق ده الزنق ينفعهم كما قال المثل اللي نجرته قبل شوية، فهمت؟ فده بينفعك، ده كله هوس بتاع صوفية وغيره. أما مسألة قبيل، المسألة بتاعت إنه مات يوم عاشوراء، ما جبت أنا، هو جاب في ترجمة البرعي. دائما الوردي بوريك فوق مؤهلات المؤلف شنو، مش هو الوردي بيكتبوها له شنو؟ عشان يوريك إنه أنت لما تقرأ الكتاب ده ما قريت كتاب ساي، ده كتاب عنده قيمة. قال لك من 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 مزايا المؤلف والكتاب انه انتقل الى الرفيق الاعلى يوم عاشوراء 1426 او كم كده ما بعرف. ليه جابه ليه؟ ما كان يقول 2005 ليه؟ عشان داري اوريك انه ده يوم عظيم وكده. وانا وريتك، وانا ما قلت، لانه غير البرعي ماتوا ناس كتار، يمكن يكونوا في ذاته سلفيين ماتوا في اليوم ده، ما في مشكله. لكن لما يجي يكتب لي الكلام ده للناس ويجي يقولوا العوام يا سلام، ده يوم ربنا نجى الله في موسى، فهمت؟ وعشان كده انت قاعد تقول رضي الله عنه. عشان كده انا اضطريت اوريك انه ده ما دليل، ده ما دليل على انه البرعي انه زول كويس، فهمت؟ وبرضه ما دليل على انه كعب، لكن الدليل على انه كعب الكلام الجو اللي قاله ده. فما قدر يجاوب الصوفي الا انه ينكر. تفضل. السؤال الثاني شنو؟ قال محمد عبد الوهاب، جزاك الله خير. قال محمد ابن عبد الوهاب قال مات في الحمام. انا جبت له شنو يا اخواننا؟ كتاب وفيه تلفون. انت جيب لي كتاب فيه تلفون انه محمد عبد الوهاب مات في الحمام، تقدر تجيب؟ يا اخو زمن العثيمين الهسي بعد محمد عبد الوهاب باكثر من 300 سنه، ها شاب العثيمين له زمن قريب، ها ما كان في حمامات، نازل كان بيشيلوا الخلا ساكت. ما تكذب يا اخي، الله يهديك، حمامات ما كان في.
نفترض انه مات في الحمام، نفترض انه مات في الحمام، النبي صلى الله عليه وسلم قال والمهدوم او صاحب الهدم شهيد، فهمت؟ دي كلها خليها، نفترض انه ده دليل على سوء الخاتمه، رايك شنو في الكتب والكلام اللي قالوه؟ حق ولا باطل؟ نفترض انه بفهمك انت كفرت محمد عبد الوهاب، رايك شنو في الكتب الالفه دي؟ فهمت؟ ونقدك لها نقد علمي.